لو هتبعت رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي تقول له ايه؟ بقول لسياده المشير عبد الفتاح السيسي يعني يخلي باله بس من الصعيد، وجه قبل معدوم نهائي، من محافظه الجيزه ومقبل لغايه المنيا معدوم، في عاوزين نوظف الشباب، عاوزين نشغل الشباب، كره الصعيد معدومه نهائيا عن الدعم اللي بتاع البلد، معدوم نهائيا، في ناس يعني بتنام على الارصفه في الصعيد، ويخلي باله من الشباب. الاول مبروك، بعد كده اقول له البلد محتاجه شغل كتير وربنا يعينك ان شاء الله. انا بوجه رساله للمشير عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه ورئيس الجمهوريه، ان ربنا يخليك لنا ولمصر. عايز منه يبص على المعاشات شويه وحضرتك، يعني ويبص على الناس العشوائيات اللي تحت، في ناس تحت في الحديد، يعني هو حضرتك اكيد اكيد هيبص لهم برضه. عايزه مشروع كبير يلم الشباب كلهم في حاجه واحده، تبقى مصالحه مع الشباب، عايزه كرامه، عايزه امن، عايزه احس ان انا امشي في اي وقت انا مطمنه، عايزه الناس كلها تبقى ترجع زي الاول، حب الناس لبعضها. يطبق القانون بحذف، مفيش تهريج بقى، خلاص يطبق القانون على الجميع، يعني على اللي عنده نفوذ واللي ما عندوش نفوذ والغني والفقير. لو طبقنا القانون، والقانون بتاعنا يكفي جدا، احنا مش محتاجين تشريعات، لو طبق القانون صح هنبقى 10 على 10. ولو نظر الشباب كده يعني شبه عاطل خالص تماما، يعني عايزين يعني بص نظر الشباب والفقراء، الفقراء بص يعني في الصعيد، نظر السيد بدر سعيد مهم خالص. املنا فيه كبير انه يراعي الناس الفقراء والغلابه اللي هم تحت الصفر، واقول ان مصر اضافت حاجه جديده وهو هرم رابع لمصر، ونتمنى ان يكون عند حسن تقديرنا. يخلي باله من المناطق الشعبيه والعشوائيه، لان هي دي اللي مليانه بلاوي ومليانه غرايم ومليانه حاجات كتيره بشعه، مليانه حاجات بشعه، اللي يقعد فيها ويسكن فيها يشوفها. مخدرات بيتاجروا، بانجو بيتاجروا، هيروين بيتاجروا، كل حاجه الوقت شغاله جهرا في قلب المناطق الشعبيه والعشوائيه. اولا الف مبروك وربنا يوفقك، واتمنى من الله عز وجل ان احنا ما نكررش اخطاء الماضي، ونكون اتعلمنا منها ونتنقل لقدام زي بقيه الدول، واحنا املنا فيك كبير. اقول له تحيا مصر، وان شاء الله كده ربنا يجعلها خير لينا، والبلد تبقى دايما في تقدم، لانه الشعب المصري عانى كتير، الشعب ده شعب كويس، وربنا ذكر مصر في القرآن، فمنتظرين كده ان ربنا يكرمنا برئيس جمهورية نقول ان مش هيتعوض تاني. عايز البلد تبقى حلوة، وانا عايزة ابقى اسافر والبلد تبقى حلوة كده.